بخصوص موكيلي المسمى أو المدعو نور الدين الغرابي، فهو كما باقي المشتكين الذين نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا في هذه القضية، فهو كذلك ضاحية لحساب حمزة مومبيبي على مجموعة من الاعتبارات. أولا، أحد المتهمين الذين تمت إدانتهم البارحة بسنتين حبسا نافذا كان شريكا له في إحدى القنوات على موقع اليوتيوب، وبعد انفصالهم وتأسيس موكلي لقناة تخصه هو وحده، بدأ هذا الحساب بالتهجم على موكلي هنا. وكما بسطنا ذلك أمام المحكمة البارحة في إطار مرافعتنا عنه، فهذه المسألة هذه تعتبر قرينة قوية ودليلا على أن الشخص المدان البارحة في ملف حمزة مومبيبي هو كان بشكل من الأشكال وراء هذا الهجوم. كذلك فهذا الشخص بحد ذاته في الصفحة ديالو الخاصة على موقع الفيسبوك قام بوضع مجموعة من التدوينات المسيئة، ولو أنها كانت مبهمة ولكن يعني الأوصاف والمهن التي تضمنتها تلك المنشورات وعند إسقاطها على شخص موكلي تنطبق عليه يعني انطباقا تاما. على هذا الأساس وعلى أساس أن المادة الجنحية جاءت يعني ضد ذلك الشخص وأسست أظن قناعة القاضي في يعني الحكم لمؤازري بتعويض قدره 50,000 درهم جبرا للضرر الذي تكبده جراء هذه المنشورات. بالنسبة للقرائن، هو مجموعة من المنشورات المسيئة التي بدأت تظهر في الأول على حساب حمزة مومبيبي، والتي تعرضت لموكلي السيد نور الدين الغرابي وكذلك لزوجته وكذلك لابنته على هذا الحساب، ويعني تضمنت مجموعة من عبارات السب والشتم والقذف والمس بعرضه وعرض عائلته وشرفه. على هذا الأساس وكما يعني بينت لكم قبل قليل، فهذه القرائن يعني كانت أدلة وحجج قوية على تورط أحد المتابعين أو المدانين البارحة بكونه وراء هذه الإساءات التي طالت. أولا اللي نقدر نقول لكم هو أننا كمطالبين بالحق المدني نحرك الدعوة المدنية التابعة أي المتعلقة بالتعويض، ولا نحرك الدعوة العمومية. ولكن في نظري الشخصي أظن بأن هذه الأحكام جاءت رادية، فسنتين أظنها عقوبة قاسية، لأن حرمان شخص من حريته لمدة سنتين ليس بالأمر الهين. كذلك هذه السنتين تدخل في إطار سلطة القاضي الجنحي الذي يتمتع بسلطات يعني واسعة، لأن القاضي في الميدان الجنائي يتوفر على سلطات خارقة وواسعة كما قلت، على اعتبار أن له الحق في مبدأ تفريد العقاب، على اعتبار أن القاضي ولو كان يعني محاصرا ما بين حد أدنى وحد أقصى للعقوبة فكذلك له الحق أن يعني يراعي الظروف الاجتماعية والشخصية والنفسية للمتهم والحكم عليه بعقوبة يراها مناسبة تحقيقا للردع، لأن أولا وأخيرا العقاب ليس هو الحل بل هو الردع، وإعطاء يعني المثال ويعني إيقاف مثل هذه التصرفات عبر هذه العقوبة. نعم، أولا عندما كنتحدث على دنيا بطمة نتحدث عن فنانة معروفة، وطريقة معاملة المحكمة أظنها أنها طريقة عادية، فيعني أنا لا أنوب في هذا الملف ولم يسبق لي الحضور يعني فيه كطرف من الأطراف،
ولكن يعني ما لاحظته وما سمعته فطريقة معاملة دنيا بطمة ك يعني باقي المتهمين المتابعين في الملفات المعروضة على القضاء. وكما قلت فأنا لا أنوب في هذا الملف، لا يمكن التحدث عليه، كذلك هذا الملف لا زال يعني تحت سرية التحقيق، وهو يعني إجراء يجب علينا ليس كمحامين فقط بل كإعلام كذلك أن نحترمه. أظن بأن تمتيعها بالصراحة المؤقت هذه مسألة عادية على لكونها تتوفر على ضمانات كافية للحضور، مبلغ الكفالة كان مبلغا يعني كبيرا، وراعى في ذلك أنها شخصية عمومية وأنها شخصية يعني لها يعني أي ميسورة الحال. لهذا أعتبر بأن ملف دنيا بطمة لا زال ملفا عاديا، لم يعرف يعني أي خروج عن المعتاد في مثل هذه القضايا. وكذلك يعني كمحامون أظن بأننا، وأظن هذا هو حال جميع الزملاء بهيئة مراكش، دائما كنا نناضل على يعني المتابعة في حالة صراح، وذلك ما كان لدنيا بطمة. ولا يمكننا إلا أن نحيي يعني السيد قاضي التحقيق على جرأته ويعني عدم تأطره بالمؤثرات الخارجية التي عرفها هذا الملف.